Was, dass wir uns heute Mittag schon mit Marlene Petersberger-Klimadialogs gesehen haben, hier in Berlin. Denn unsere beiden Petersberger Klimadialogs, unsere beiden Länder machen sich gemeinsam stark für diese Klimaziele. Im November wird sich die COP27 in Ihrem Land anfangen. Das ist ein ganz wichtiges Treffen. Wir sollten die Konferenz in Sharm el-Sheikh nutzen und insbesondere die Länder in den Blick zu nehmen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind oder in naher Zukunft sein werden. Hier braucht es spürbare Unterstützung seitens der Weltgemeinschaft. الأطراف في شرم الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. ومن ثم فإن علينا جميعا تسريع وتيرة العمل المشترك. إننا داخل الاتحاد الأوروبي قد اتفقنا على مسار واضح وهو إنجاح هذا المؤتمر. يجب علينا أن نسعى حثيثا إلى تنفيذ ما تم خطط عنه اتفاقيات باريس. ومن أهمها تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التحول المناخي. فيما يخص المحاولات والمبادرات التي جرت فإنني أسعد كثيرا بأي مساعدة وأي دعم تقدم لما نقوم به من مبادرات لدعم هذه الجهود. من بين الأشياء المهمة التي تناولتها المباحثات مسألة الحرب الأوكرانية والتحديات التي نواجهنا في هذا الصدد. إن كثيرا من الدول التي تقع على ما بعيدة من منطقة الصراع المتأجج قد نالها تأثر بالغ مما يحدث في الأراضي الأوكرانية. لقد قامت روسيا بحربها على أوكرانيا بتكبيد المجتمع الدولي خسائر فادحة. وعلينا أن نتخذ قرارا جماعيا ضد هذا الإجراء. إن مصر تلعب دورا محوريا ومهما في مسألة تثبيت الأوضاع في غزة على سبيل المثال. هذا يضاف إلى ما تلعبه مصر من دور محوري في تثبيت الأوضاع في منطقة ليبيا على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة في الأراضي الليبية. أن العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا تشهد في هذه السنة اليوبيل رقم أو الاحتفال بالسنة رقم 70 لتأسيس العلاقات المصرية الألمانية. إن علاقاتنا قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل المشترك. Und ebenso, dass so viele Ägypterinnen und Ägypter zu uns zum Studieren kommen. من بين الأمثلة المدرسة الألمانية في مصر والعديد من المنح الدراسية والطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات الألمانية. هذا يضاف إلى ذلك عدد الشركات والمؤسسات الألمانية التي تعمل في مصر مما يعكس مؤشرا قويا على ثقة الاقتصاد الألماني بالاقتصاد المصري. Für den Erfolg Ihres Landes. Daher möchte ich Sie ermutigen, den gerade begonnenen nationalen Dialog ambitioniert zu führen. ومن ثم فإنني أريد أن نبدأ حوارا مجتمعيا عالميا بشأن مسألة المناخ من أجل توسيع من أجل تحسين الأوضاع وتثبيتها. يسعدني كثيرا مسألة التعاون المشترك بين مصر وألمانيا. كما يساعدني أن هذا التعاون قائم على تفاهم مشترك بين كلا البلدين وفق القيادتين. نحن نريد أن نطور بشكل مشترك المزيد من المشروعات المشتركة وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا بالغا على العلاقات بين كلا البلدين. ولا سيما ان دوله كبيره مثل المانيا تمثل مساله الصناعه ومساله الطاقه اهميه بالغه بالنسبه اليها.
إن الهيدروجين الأخضر الذي نحتاج إليه نحتاج لاستيراده من دول أخرى، ومن يوفر إمكانيات كبيرة وفرصة كبيرة لعدد كبير من الدول وما يمكننا في النهاية من تحقيق تعاون اقتصادي ناجح على المستوى البلدين، وسوف نفعل ذلك بشكل مشترك، وهما يشكل إشارة قوية واضحة على تعاون بين كلا البلدين.